بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثامن من الكتاب السادس والخمسين، كتاب الزهد والرقائق. باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. معلوم أن الإنسان إذا رأى معروف، إذا رأى منكرا فعليه أن ينهى عنه، ينهى عنه بيده إن كان له سلطة يمنعه، أو بلسانه إن كان من أهل العلم، أو بقلبه إن كان لا يحسن التعبير أو القدرة على التغيير. طيب، افرض هو يفعل هذا المنكر، هو نفسه بيفعل هذا المنكر ويعلم أنه منكر، توجه إليه أمران: أن ينهى وأن يقلع، أن ينهى عن المنكر وأن يقلع عنه. فإن نهى ولم يقلع يبقى فعل محرما واحدا، وإن لم يقلع ولم ينهى فعل محرما. يعني كونه يفعل المنكر ليس هذا معناه مسوغ له أن يمتنع عن النهي عن المنكر، بل عليه أن ينهى عن المنكر، وعليه أن ينهى نفسه قبل أن ينهى غيره. واضح؟ ولا يتحجج أنه طالما هو يفعل المنكر معناه أنه هو يقر غيره على المنكر، هذا لا يصح. يعني إذا كان هناك أب مثلا لا يصلي تكاسلا، عليه أن يأمر أبنائه بالصلاة، هو ما بيصليش، عشان ما تبقى مصيبة واحدة بدل ما تبقى مصيبتين، بدل ما تبقى مصيبته مصيبتان، مصيبة أنه لا يصلي وأنه لا يأمر أبنائه على الصلاة، يبقى مصيبة واحدة أخف من مصيبتين، نص العمى ولا العمى كله. كويس. لكن في نفس الوقت عليه إن كان يريد أن يكون كلامه مسموع أن يلتزم بما يأمر به، حتى لا يتحجج الناس، يكون مدخن، طبيب مدخن قاعد سيجارة ورا سيجارة في عيادته، يدخل للمريض يقول له عليك أن تبطل تمتنع عن التدخين لأنه مضر بالصحة، ثم يقفز نفسه أمامه. كلام غير مقنع بالمرة. إذا كان هو غير مضر بالصحة وأنت تأمرني، كان من باب أولى وأنت طبيب تمتنع. لكن إحنا بنشوف أطباء كده مدخنين، ولما يجي له مريض عنده مرض بسبب التدخين يقول له لابد ان تمتنع عن التدخين، لابد، لانه يعني وظيفته بتامره انه ينصح، فكونه هو غير ملتزم بالنصيحه هذا لا يمنعه ان ينصح غيره، لا علي ان ينصح غيره، وان ينصح غيره وان يستمر على نصح نفسه ايضا حتى يتوب الله عليه. واضح؟ لكن لا شك ان الذي لا ينهى عن المنكر وهو متلبس بالمنكر أشد بعدا من الله من الذي ينهى عن المنكر وهو متلبس بالمنكر، لأن ده فاعل حرام واحد والتاني فاعل حرام، وإن كان هذا أيضا يستوجب مقت الله، لأن مقت الله درجات، مقت الله درجات، فهمت؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، فهذا حرام وهذا أشد حرمة، فهمت بقى ازاي؟ فلازم ناخد بالنا من الحكاية. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 674 بعد 607 آلاف، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية،
قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ كسر الكلام والاعتراض على سيدنا عثمان في آخر فترة خلافته، أولا بسبب وقيعة وبسبب سوء فهم بعض الناس لتصرفات سيدنا عثمان، فكسر الكلام عليه. فبيقول لأسامة بن زيد طب ليه ما تخشش لعثمان تنصحه تكلمه في اللي الناس بتقولوا عليه ده؟ طلعوا عليه انه حرق المصاحف، وطلعوا عليه انه هو يمتنع عن إقامة الحد عن بعض أقاربه الذين يوليهم، وكان بعض أقاربه ولاهم في العراق وصلى بالناس سكرانا الصبح ثم لم يقم عليه الحد لأنه لم تكن هناك بينة، هو قاعد في المدينة وصلوا الخبر، يقيم الحد بخبر ولا ببينة؟ ببينة. فلم يقم عليه الحد، قالوا عشان قريبه بقى من أقاربه لا يقيم عليه الحد، وكسر الكلام على سيدنا عثمان. فهم؟ وبعدين جدد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة مش عايزين ايه، كثير من الصحابة مش عايزين الجدران التي بناها النبي بيده ان تهدم، لكنها هي هدمت بفعل الزمن، فكان عليه ان هو يجدده، فجدده اعترضوا عليه برضه، فكان ليهم تصرفات. فلما كسر الكلام على سيدنا عثمان ايه، قالوا سيدنا أسامة بن زيد انت ليه ما بتخشش تكلمه يا اخي تنصحه يا اخي؟ فهمت؟ ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هو أنا لازم عشان أكلمه لازم أكلمه في الملأ يعني وأسمعكم؟ أنا بنصحه سرا بيني وبينه، وده يدل على أن السنة نصح الحاكم يكون سرا لا جهرا، وهذه السنة تركها كثير من الدعاة في هذا الزمن، لما يجي ينقد الحاكم ينقده على المنبر في المسجد والحاكم قاعد في بيته، هذا ليس نقد، هذه فضيحة تؤدي ان الحاكم يتطاول على العلماء، وتؤدي ان الحاكم لا يستمع للنصح، لانك لو فعلت ذلك في ابنك مش الحاكم، نصحت ابنك على الملأ وبيصلي الجمعة مع الناس، في وسط الجمعة ابنك بيعمل حاجة وحشة تقوم تقول ايه، تقول له تكلمه تقول وابني يشرب الدخان من ورائي امام الناس كده في الخطبة، هيمتنع ولا هيكرهك؟ يكرهك. هو الناس عملوا كده مع الحكام في هذا الزمان، كانوا يمسكوا يجيبوا سيرة الحاكم حتى لو أخطأ لا تنصحه جهرا، فمن أدب الحاكم عليك أن إذا أردت أن تنصحه انصحه سرا كويس، حتى لا تهتز صورته أمام الناس، وحتى لا تأخذه العزة بالاسم فيستمر في معصيته. واضح؟ فدي نقطة مهمة ناخد بالنا فيها. احنا كنا بنسمع كتير من الخطباء يتباهى انه ايه، انه يعيب في رؤساء الجمهوريات وفي حكام المسلمين وفي الوزراء على الملأ كده وعلى صفحات الجرائد، ويقول انه جريء ويتباهى، هو في الحقيقة انه بجح وليس جريئا، هذه بجاحة وليست جرأة، وهذه ليست ديانة بل طلب شهرة. الديانة، شوف سيدنا أسامة بن زيد يقول ايه، هو انتوا فاكرين ان انا علشان انصحه لازم انصحه جهرا امامكم؟ انا لو نصحته انصحه بيني وبينه، لانه له سلطة الحاكم فلا تهتز صورته امام الناس، خصوصا انك اذا نصحته سرا يكون ارجى لقبول النصح، اما اذا نصحت الانسان جهرا يكون ايه، ابعد الناس عن الانصياع لهذه النصيحة. ولو فعلت ذلك لزوجتك أمام الناس والجيران تنصحها؟ لا تنصع لك. وإذا فعلت ذلك مع ابنك فكيف تفعله مع الحاكم؟ فهمت المسألة؟ فدي نقطة هامة غابت عن كثير من الناس، معظم الفرق اللي طلعت لا تراعي هذا بل تسب الحكام وتتباهى بهذا إنهم عندهم جرأة. فهذا من الفقه المهجور، هذا من الفقه المهجور، النصح للحاكم يكون سرا لا يكون جهرا، فهذا أرجى لقبول الحاكم النصح. واضح؟ فشوف سيدنا أسامة بن زيد بيقول ايه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟
والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني أنا لا أحب أن أفتتح أمر الجهر بالنصح للحكام على الملأ حتى لا يصير سنة أسنها بين الناس، وهذا يؤدي إلى عدم الثقة في الحكام وعلى ضعف الدولة. فهمت إزاي؟ وغياب هيبة الحكام في نفوس الناس فيتطولون على الحكام. شفت سيدنا أسامة بيقول إيه؟ ولا لقد كلمته فيما بيني وبينه وما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. إيه هو الأمر؟ وهو الجهر بنصح الحكام أمام الناس، هذا يؤدي إلى فقدان ثقة الناس في حكامهم وسقوط هيبة الحاكم. فهمت إزاي؟ فده يؤدي إلى الفوضى. ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، وبرضه في نفس الوقت لا أمدحه أمام الناس، يعني لا أمدح الحاكم كثيرا فيصير بعد ذلك ديكتاتورا، ولا أعيب عليه في الملأ. شفت الأدب بقى مع الحاكم؟ لا تمدحه كثيرا فيغتر، ولا تمدحه جهرا فإيه يتجبر ويظلم الناس ويستمر في غيه. دي كل دي أداب ناخد بالنا منها. الحاجات دي كلها تربية نبوية. أسامة بن زيد من اللي ربنا النبي، هي دي تربية، هو ده الدين بتاعنا. مش الدين بتاعنا هو التطاول بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الآخر لما يجي بعض العلماء اللي فاهمين كده يقوم ما ينهش ولا يأمر في الملأ، يقوم يقولوا عليه ايه؟ علماء سلطة. مين قال لك ان علماء سلطة؟ ما يمكن بينصح الحاكم سرا يا اخي. احسن الظن بالعلماء. احنا كنا نعرف كثير من العلماء من مشايخنا كانوا يبعثوا رسائل لرئاسة الجمهورية ايام جمال عبد الناصر وايام السادات، ينصحوه ويجيبوا له ادلة من الشرع الشريف على خطئه في بعض الامور ويبعتوها يقرأها هو هناك، ولما يجي يصلوا الجمعة مع الناس ما يجيبوش سيرة الحاكم لا بسوء ولا بمدح، يقول خطبة جمعة عادية يربي الناس وكأنه ماشي، تقوم الناس تفتكره ان هم جبنة علماء سلطة وهو مبرأ ذمته امام الناس. فهمت بقى ازاي؟ كل الحكاية دي مهمة. والتانيين يتطاولوا على الحكام ويعملوا جمهور عريض من الجهلة، يقول لك يا سلام عشان جريء، رجل جريء. لا، ليس الجرأة، انبنى عليها فوضى وانبنى عليها التجرؤ على الحكام، حتى انهم وصلوا الى انهم يحرقوا اقسام الشرطه ويحرقوا المحاكم، يحرقوا المباني الحكوميه اللي بتنظم علاقات الناس ببعضها البعض. يعني يريدوا ان تعود مره اخرى قبليه وجاهليه بعدما صارت دوله وحكم ونظام. شفت بقى ازاي؟ كل ده بسبب سوء الفهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسوء التطبيق. يبقى نقرا كلام سيدنا اسامه لان الناس محتاجه مثل هذا الفكر. عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال: قيل له: الا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: اترون اني لا اكلمه الا اسمعكم؟ يبقى ده استفهام استنكاري. هو انتم متصورين ان نصح الحاكم لابد ان يكون على الملأ؟ يعني انتم تبقوا مش فاهمين، كانه بيقول لهم كده انا بكلمه بيني وبينه، مش لازم اقول له، وبعدين مش عايز انا اكلمه جهرا حتى لا اعود الناس على التطاول على حكمه، فافتح باب يؤدي الى بعد ذلك الى الفوضى. فهمت؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه، ولا اقول لاحد يكون علي اميرا انه خير الناس. يبقى لا افضحه ولا امدحه. لا أفضحه يعني لا أنصحه جهرا، ولا أمدحه يعني لا أمدحه جهرا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لا أفضحه ولا أمدحه، أي في الجهر.
بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. الأقتاب اللي هي جمع قطب، والقطب اللي هو الأمعاء، كويس، بمعنى الأمعاء. يعني القطب مفرد يبقى معي، معي، وجمعها أمعاء، قطب أقتاب، قطب مفرد وأقتاب جمع، يبقى معناها معي وإيه وأمعاء، اللي هي بالإنجليزي يسموها جت، جت، جي يو تي، جت، أمعاء، خدت بالك؟ فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه تخرج من بطنه من شدة العذاب، فيدور بها كما يدور الحمار. خد بالك إن في النار مفيش موت للكافر، يعني في الدنيا لو واحد طلعت أمعاءه بره جسمه يموت، بس في النار لا، في النار لا يذوقون فيها الموت. يبقى شايف أمعاءه بره كده وبتندلق منه، يتعب ويتعذب وما يموتش حتى يستريح، فاهم؟ ده بالنسبة للكفار. فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار. يبقى فضيحة، يعني كل أهل النار اللي حواليه قاعدين بيتعذبوا في نفسهم مش باينين، وده كل أهل النار قاعدين بيتفرجوا عليه كمان، يعني عذاب وفضيحة، عذاب وفضيحة، مش عذاب واحد بس، عذابين، عذاب الفضيحة وعذاب الألم. فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، عشان تبقى فضيحة للناس. فنسأل الله السلامة. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا عند أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فقال رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع؟ وساق الحديث بمثله. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. شوف، خد بالك إن الإنسان طول ما هو بيعصي ربه سرا وضميره مأنبه، ربنا يحاسبه سرا، وإذا حسبه سرا ما يفضحوش. إنما لما يجي يعصي نفسه، يعصي ربه سرا ثم يجهر أمام الناس ويحكي المعصية، ربنا هيحاسبه جهرا بفضيحة، يبقى حسابه فضيحة. فهمت إزاي؟ فالمجاهرة بالإثم أشد خطورة من فعل الإثم سرا، وفي كل شر، وعلى الإنسان أن يمتنع لا سر ولا جهر. لكن المجاهرون بتسقط حتى حرمتهم، المجاهر تسقط حرمة غيبته، فلك أن تغتابه حتى. شفت قد إيه المجاهرون. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، يعني ربنا سترك وعملت معصية خلاص، ما تروحش بقى إيه تخبر الناس بيها، تبقى هي مصيبة إذا بوليتم فاستتروا. وعنه به قال: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد قال: عبد حدثني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو ابن شهاب الزهري، عمه اللي هو الإمام الزهري، قال: قال سالم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافاة إلا المجاهرين. كل أمتي إيه معافاة، لأن الذي يتستر يبقى عنده نوع من الحياء من الله برضه، فهذا الحياء يجعل الله سبحانه وتعالى يحاسبه سرا، فإذا حاسبه سرا بعدما يعاتبه يقول: كما سترتك في الدنيا أسترك في الآخرة. يبقى في نوع برضه من المعافاة. كل أمتي معافاة إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا يعني حيث لا يراه أحد، ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه
ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال زهير: وإن من الهجار مكان إيه؟ الإجهار. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافيه من أن يفضحه يوم القيامة. فهمت إزاي؟ يعافيه يعني يغطيه، العفو التغطية. كما ستر نفسه في الدنيا فيستره الله في الآخرة، فستر الله له في الآخرة نوع معافاة من أن يفضحه أمام الناس. وإن من الإجهار، يعني من الإجهار يعني من الجهر بالمعصية، إنه يفعل المعصية بالليل ومحدش شافه، يصبح النهار يحكي للناس. فهم؟ صح. قال زهير مكان وإن من الإجهار، قال وإن من الهجار، مش مكان الإجهار، قال إيه؟ الهجار. والهجار هو الفحش، الهجار هو الفحش. أما الإجهار فمن الجهر وهو العلانية. باب تشمية العاطس وكراهة التثاؤب. وتشمية العاطس إيه؟ اختلف فيه على مذاهب. مذهب المالكية يقول هو واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. يعني إيه؟ يعني لو واحد عطس وحمد الله وقاعد في وسط ناس مجموعة، فلو واحد فيهم قال له يرحمك الله قام بالواجب ويكفيه ذلك، ومش مهم كل واحد يقول له يرحمك الله. كويس، يسموه واجب على الكفاية. فإن سكتوا جميعا أثموا. ده مذهب مين؟ المالكية. كويس؟ مذهب الظاهرية واجب على العين. يعني يتعين على كل إنسان سمع مسلم عاطسة وحمد الله إنه يقول له يرحمك الله، واجب على العين. على العين يعني يتعين على كل إنسان، ما يكفيهوش إن غيره قال له. طيب ده مذهب مين؟ الظاهرية. ومذهب الشافعية سنة على الكفاية. يبقى فيها ثلاث مذاهب مسألة تشميت العاطس. واجب على الكفاية المالكية ومن وافق، سنة على الكفاية مذهب الشافعية ومن وافق، وواجب متعين على كل مسلم، وده مذهب الظاهرية ومن وافقه. كويس. ونحن نرجح والله أعلم مذهب الشافعية، لأننا أولا شافعيين، ثانيا أن الأمر هنا إيه؟ جاء للإرشاد. ويتوجه التشميت لمين؟ لمن عطس وحمد الله فأسمع الناس. إنما لو عطس ولم يحمد الله أو حمد في سره لا يتوجه للمذاهب ليه. يعني اهمله، ما تعملوش حاجة. خلاص. واحد عطس حمد ربنا في سره، خلاص استمر فيما أنت فيه، ملوش حاجة عندك. فهمت ازاي؟ امتى يبقى ليه حاجة عندك؟ لما يحمد ربه بصوت يسمعك. فهمت بقى المسألة؟ فإن شمته وهو لم يحمد الله جائز، من باب بقى بتتصدق عليا. فهمت ازاي؟ من باب الصدقة عليا. باب تشميت العاطس. يا تشميت العاطس يعني تقول له يرحمك الله او رحمك الله او غفر الله لك، على خلاف في ايه؟ في صيغ التشميت، كلها جائزة، هي مطلق دعاء. والتاني يرد يقول ايه؟ يقول ايه؟ يرحمنا ويرحمكم الله، او يهديكم الله ويصلح بالكم، او ولك مثله، اي حاجة ترد بها الدعاء، كل ده جائز. وكراهة التثاؤب. والتثاؤب علامة الكسل. تثاؤب تملي يعمله الإنسان أما يريد النوم أو يكون متكاسل،
يروح منيم اللي قاعدين كله لانه معدي، التساؤل معدي. جرب كده، اقعد في وسط مجموعه كده وتساءل، تلاقي كل اللي حواليك قاعدين يتساءلوا بعد شويه، فهمت ازاي؟ فمعدي يعدي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان انه يتثاءب، انه يعمل صوت يسمعه الناس، يقزمها يعني، يحاول يقزم التثاؤب بتاعه، واخد بالك ازاي؟ علشان ما يعنيش غيره، لانه علامه الكسل، والكسل يحبه الشيطان قوي، والنفس، الشيطان والنفس تحب الكسل، فهمت بقى ازاي؟ لان الكسل يؤدي الى ضياع الوقت، وضياع الوقت يؤدي الى ضياع العمر فيما لا طائل، وهو ده اللي عايزه منك الشيطان، انك تضيع عمرك بطال، فهمت ازاي؟ في بطاله. ما هي لا إرادية، دليل ان هو تعبان، لكن ما عليهوش ان هو يسترسل فيها. ما تسترسلش فيها يعني. عارف لما تقاومها تقاوم. لما تقاومها تقدر تقاوم. لكن ما تسترسل فيها هتؤدي إلى انقطاع العمل وتقوم تنام على طول. فهمت؟ أدي الحكاية. يعني الإنسان عليه ألا يسترسل مع طلبات نفسي وشهوات نفسي. خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فالتائم. شو ما بيقولوا كده؟ علماء التربية. قد أفلح من زكاها، يعني خالفها ولم يعطيها كل ما تريد وقت ما تريد، بل يعطيها ما تريد وقت ما يريد هو. يعني أنت تسوق نفسك زي ما أنت عايز، مش هي اللي تسوقك. تقول لك عايز أكل الوقت، عايز أكل، هات ليه؟ مفيش أكل الوقت، عايزين نصلي. فهمت إزاي؟ بعد ما تصلي تبقى تاكل. مش كل ما تطلب منك حاجة تعملها في الحال. فهمت إزاي؟ عايز انام، عايز انام، عايز انام، مفيش نوم دلوقتي، عندنا مذاكره، اقعد ذاكر، ويقعد يتحرك ويمشي ويتمشى ويعمل ويذاكر وهو بيتحرك عشان يطرد النوم، ويخش ياخد دش ويحط دماغه تحت الحنفيه علشان ايه؟ يتنشط. علشان ايه؟ مخالفه النفس دي تهذيب لها، تربيه لها، تبطل تطلب منك. فهمت ازاي؟ لانك لو هتديها كل حاجه عايزاها في وقتها هتتجرع عليك، بعد شويه تلاقي نفسك انت ماشي وراها. زي ما توديك هتوديك في داهيه. وهي عامله زي الدبه، النفس دي عامله زي الدبه، فهمت بقى؟ عليك ان تقودها. سيدنا عمر شاف واحد شاري حلوى وماشي، فبيقول له ايه ده؟ قال له حلوى اشتهيتها، قال او كلما اشتهيت اشتريت. شفت بقى بيربيه، مش كل حاجه تشتهيها نفسك تجيبها لها على طول كده، استنى يا اخي. يقول له ان نفسي تحدثني بالحلوى شهرا لا اعطيها شيئا، فان كلمتني اعطيتها ملحا. سيدنا عمر كده، عشان كده كان ايه؟ الشيطان يخاف منه، لان الشيطان مدخله عن طريق شهوات نفسه. فلما سيدنا عمر اغلق الباب خلاص ما بقاش لي سكه مع سيدنا عمر. فهمت ازاي؟ اغلق هذا الباب، لان الشيطان ما يجيلكش الا عن طريق نفسك. المدخل بتاعه عن طريق شهواتك او غفلاتك او جهلك. فالجهل يعامل بالعلم، والغفله تعامل بالذكر، والنفس تعامل بالمخالفه والتاديب. فهمت؟ وعن ابي قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص وهو ابن غياث عن سليمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت احدهما ولم يشمت الاخر. اثنين عطسوا قدام النبي، فالنبي قال للواحد فيهم يرحمك الله، والثاني ما قالوش حاجه صلى الله عليه وسلم. فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته، وعطست انا فلم تشمتني، اشمعنى انا يا رسول الله يعني؟ فهم؟ قال ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله. ان هذا حمد الله وانك لم تحمد الله. وعن ابي قال وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن سليمان التيمي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. والحمد العطاس ده نوع من ايه؟ من الدفاع عن الجسم، بتطرد كل مؤذي من جهازك التنفسي، تقوم ايه؟ تنتشي ايه؟ روحك وتنشط، فيستوجب الحمد لانه نعمه. لان لما يدخل جسم غريب، يقوم الانسان لما يعطس يقوم يندفع هذا الجسم الغريب فينطرد، فيقوم ايه؟ يبقى نفسه مستريح وايه؟ وينشط، وبذلك يستوجب ايه؟ الحمد، لانه نعمه من الله. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لزهير قال حدثنا القاسم بن مالك
عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها. بيت بنت الفضل ابن العباس كان اسمها أم كلثوم، دي كان اسمها ايه؟ أم كلثوم بنت الفضل ابن عباس. محمد ابن الفضل ابن العباس اخوها مدفون عندنا هنا في ايه؟ في قرية الشهداء في المنوفية، بنقول عليه سيدي شبل. فهمت بقى؟ عارف سيدي شبل ده اللي في المنوفية؟ هو محمد ابن الفضل ابن العباس اخو ام كلثوم دي، مات في فتح مصر شهيدا فدفن هناك. فهمت؟ فبيقول دخلت، ده ابي بردة بقى، ابو بردة ابن ايه؟ ابي موسى الاشعري. دخلت على ابي موسى وهو في بيت بنت الفضل ابن عباس، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها، فرجعت الى امي فاخبرتها، فلما جاءها قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: ان ابنك عطس فلم يحمد الله فلم اشمته، وعطست فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. يعني لا يستحق، يعني لأن حق المسلم على المسلم إذا عطس أن تشمته من ضمن حقوق المسلم. إذا تكرر العطاس تشمته 3 مرات، بعد الثالثة خلاص افرض واحد ايه قاعد بقى ايه عنده دور برد وقاعد يعتص، طول ما هو قاعد بيعتص بيعتص بيعتص، هتسيب بقى اللي في ايدك وتقعد تقول له بقى يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، مش هنخلص النهارده. يبقى هي 3 مرات وخلاص، بعد كده يبقى مرض. بعض العلماء يقول لك تقول له شفاك الله وخلاص. فهمت؟ وعن ابي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابي حاء قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال: حدثنا ابو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع ان اباه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس اخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم، يعني عنده زكام. مين اللي قال تعمل له 3 مرات؟ الملكية قالوا تعمل له 3 مرات، واخد بالك؟ وفي بعض المذاهب خدت بالرواية دي، قال لك كفاية مرة وخلاص. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، يعني يحبه الشيطان. من الشيطان يعني إيه؟ يعني عمل يحبه الشيطان، لأنه يدعو إلى التكاسل والامتناع عن الأعمال، والشيطان يريدك كسول بطال. فهمت بقى؟ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، لأنه لا إرادي، ممكن تيجي لك تثاؤب لا إرادي، يبقى ساعتها إيه؟ تكظمها، يعني تمنعها من الخروج ما استطعت، حتى لا تسترسل فيها. كويس؟ وعن أبي قال: حدثني أبو غسان المسمعي. والسنة كمان تحط إيه؟ ظهر اليد اليمنى على فمك أو اليسرى. كويس؟ وما تطلعش صوت. فهمت؟ وعن أبي قال: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح قال: سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث عن أبي عن أبيه، يحدث أبي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. يفرح بقى الشيطان درجة فيه، في روايات يبول فيه، واخد بالك؟ يعني أي فعل يعمله الشيطان
نسبه النبي للبول الذي هو نجس من جنسه. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وعن أبي قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه أو عن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز. باب في أحاديث متفرقة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم من طين حمأ مسنون كما وصف لنا يعني في القرآن. وخلق الجان من مارج، المارج اللي هو لهب النار المختلط بسواها، يعني لهب نار ليس نقيا بل مختلط بغيرها، فهمت؟ فيه شوائب يعني. باب في الفأر وأنه مسخ. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى العنزي ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأرة ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال ذلك مرارا. قلت أقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايتي لا ندري ما فعلت. هذا الحديث اعترض عليه كثير من الناس وقالوا إزاي يعني؟ أولا المسخ لا يولد له ولا عقب له، فإزاي ان تبقى هي الفئران والفئران تتوالد؟ فهمت؟ دي حاجة. فهذا الحديث على اي حال فيه نوع اعتراض في المعنى، هل حصل اختلاط في اذن ابي هريرة فبلغ عن النبي وفي نوع وهم لم يفهم فهما ضيقا جيدا، او ممكن نؤوله بطريقة ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمة من بني إسرائيل مسخت فئران وكانت الفئران موجودة، ومسخت فئران ليه؟ ربنا اختار لها الفئران لأن الفئران لا تأكل ألبان الإبل، وبني إسرائيل يحرم عليهم شرب ألبان الإبل، فمسخها إلى أمة لا تأكل ألبان الإبل. فهمت إزاي؟ وليس معنى ذلك أنه قبل مسخها لم يكن هناك فئران في الأرض، مش معنى كده، وأن هذه الأمة انقضت ولم تتوارث ولم تلد تتوالد، وأن الفئران ما زالوا مستمرين موجودين وأنهم لا يشربون ألبان الإبل. يبقى على هذا التأويل ممكن يبقى معنى صحيح. فهمت إزاي؟ إنما نظن إن معنى الحديث إن أول فئران ظهرت على وجه الأرض هي هذه الأمة اللي من بني إسرائيل، وإن ربنا مسخها فئران ثم توالدت حتى صار الفئران بتاع اليومين دول منها، هذا يناقض أحاديث أخرى أن المسخ لا يعقب، المسخ لا يعقب يعني لا يلد. فهمت إزاي؟ من مسخ لا يولد له. فهمت بقى المسألة؟ فيمكن ممكن بقى عايز تعترض على الحديث بس ما تعترضش على الصحيح كله، تقول ده وهم من الراوي وده حديث أحاد. فهمت إزاي؟ واعترض واسكت وخلصنا ما يجراش حاجة، ويبقى حديث شاذ صحيح الاسناد خالف ما هو متعارف عليه، لا بأس ما يجراش حاجه.
لكن تيجي تعترض عليه تقوم تعترض على صحيح مسلم كله او تعترض على روايه ابو هريره كلها، تبقى انت راجل غير علمي. فهمت ازاي؟ يبقى تبقى رجل ليست عندك مسحه علم في نقد الاخبار، لان غايه ما هنالك ده خبر احاد، وخبر الاحاد يفيد الظن لا يفيد العلم، مش كده برضو؟ فده خبر احاد يفيد الظن، وقد يكون الوهم من الراوي وليس من النبي. النبي لا يتوهم، النبي علمه وحي لا وهم فيه. فان اخبر صحابي خبرا فيه نوع وهم، فالوهم من المخبر لا من المخبر عنه وهو النبي. الوهم من الصحابي وليس من النبي، فاهم؟ دي نقطة مهمة، لأن سمعت أنا بعض المقاطع على اليوتيوب بناس بتعترض على صحيح مسلم وعلى هذه الرواية، ويقول أنها تخالف الواقع وتخالف فيها عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تثبته، وهذا ضد الوحي، والوحي فيه يقين، وقاعدين يعترضوا. فهمت إزاي؟ لكن على أي حال الاعتراض يكون على الراوي لا على المروي عنه، يعني لا يكون عن النبي. فربما يكون سيدنا أبي هريرة سمع جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث طويل، فاقتطع هذه الفقرة وقالها وهو لم يفهمها جيدا. تحتمل، مش كده؟ وكل ده يحتمل ولا؟ عشان كده كعب برضو تعجب، يقول له انت سمعت الكلام ده من النبي؟ كلام غريب قوي. قال له امال يعني بجيب لك انا بالتوراة يعني؟ لان ابو هريرة كان ليس قارئا كاتبا، كان امي لي كل معلوماته اللي سمعها عن النبي. فهمت ازاي؟ فاعتراض كعب دليل ان هو تعجب من هذا الخبر، فالخبر فيه نوع من ايه؟ من التعجب. وقلت لك ان ممكن نزيل هذا التعجب باننا نفهمه انها مسخت فئران وماتت وانتهت، وربنا اختار لها ان تمسخ فئران حتى ايه؟ تلتزم بالشرع، وهي حتى حيوان في سورة حيوان، لأن شرعهم كانوا لا يشربون لبن الإبل. ثم ماتت هذه الطائفة وانتهت. تحتمل هذه المعاني، وتحتمل يبقى الوهم من الراوي، وخلصنا وسهل ونعديها. وعن أبي قال: وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفأرة مسخ، وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشربه، ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه. هنا بقى فهم سيدنا أبو هريرة أن كل الفئران دي هي من أمة بني إسرائيل وتولدت. يبقى إيه سوء الفهم هنا من أبي هريرة، لأن المسخ لا يعقب له. فهمت إزاي؟ المسخ لا عقب له، ما هو مسخهم قردة وخنازير. هل معنى كده أن كان قبل كده ما فيش قردة وخنازير؟ كان في قرد وخنازير، فمسخوا على هيئة القرد والخنازير اللي هي كانت موجودة أصلا. ثم هؤلاء ماتوا ولا يتوالدون ولا يتناسلون، وبقي القرد والخنازير اللي ربنا خلقهم أصلا على أصل الخلقة قرد وخنازير. وكذلك إذا مسخت في إيران، لو فرض جدلا إنها مسخت في إيران فهي لا تتوالد، وبالتالي الفئران اللي أمامك دول ليسوا هم أبناء هؤلاء المسخ. فهمت بقى إزاي؟ لكن هم على نموذجهم فقط. فقال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفأنزلت علي التوراة؟ أمال يعني نزلت علي توراة؟ يعني هقول لكم يعني بيوحى إلي؟ بيعترض يعني. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني الإنسان لو وجد أنه في مكان ما حدث له شيء يضره، عليه ألا يطرأ هذا المكان مرة أخرى إلا بحذر. لو وقف موقف في مكان في موقف ما انبنى عليه حرج له، عليه الا يقف نفس الموقف مره اخرى حتى لا يلدغ من جحر واحد مرتين، والا يكون ابله وسفيه. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، كان في كافر من الكفار النبي أسره في بدر، وبعدين إيه اعتذر للنبي وقال له: أنا مش لا أزمك مرة أخرى، ولن أعاديك، ولن أخرج مرة أخرى في جيش يقاتلك، واعفو عني.
واعتذر له، فالنبي عمل له ايه؟ عفى عنه. كويس. في احد جاء اسير تاني، يعني خالف العهد، ما احنا عافينا عنك في بدر انك مش هتيجي تقاتلنا تاني. فجاله عايز يعيد تاني العفو، فالنبي قال له الحديث ده: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. انا اديتك فرصه مره تانية، مش هدي لك بقى عفو تاني، خلاص. فهم؟ فكان ده سبب روايه الحديث القصه دي يعني. وعن ابي قال: وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه اللي هو الامام الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب المؤمن امره كله خير. غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل او اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير.